موجود. هانشي. نعم الخرشوف في فصل الربيع كيخرج رؤوس. نعم. هذه الرؤوس المزهرة كنسميها القوقة. نعم. كيخرج رؤوس يعني بحال في فصل الشتاء كيأكل الأوراق والجذور، ولكن هذه الرؤوس هذه تؤكل في فصل 3 و4 لأنها تتزامن مع الجلبانة الطرية مع البسيلة الخضراء. نعم. هذه مع الفول يعني. نعم. غير هما الناس هذا الفول الطري يحاولوا الناس يجنيه شوية مازال طري ما يكونش واقف. نعم. ويأكلوه بكله ماشي غير الحبوب بهذاك الجيب يعني ديالو بالقرون القرون كلها تطهى. نعم. وتؤكل من الأحسن يأكلوه يعني كله ما يكونش غليظ. استهلاك الفول الطري في المغرب انخفض بالمقارنة مع من قبل. نعم. يعني الستينيات والسبعينيات كان استهلاك الفول الطري يعني على أشده، كان الناس كيسلقوه في الماء وكياكلوه في البوادي وحتى في المدن. كاين اللي استهلاك الفول الطري. نعم. الجلبانة ولات الآن كاينة جلبانة على نوعين، الشتوية وكاينة الربيعية. نعم. ولكن هذه البسيلة هذه جلبانة الربيعية أحسن من الجلبانة الشتوية. لا. نعم. لان كاين نوعين، كاين الفلاحه كيزرعوا هذه منطقه الدكاله مثلا يعني كتكون قبل وحده من بعد كتدخل السوق في شهر واحد. نعم. يعني ولكن الجلبانه هذه ديال شهر 4 هي احسن يعني. نعم. 3 وشهر 4 احسن لان تتزامن مع هذا النوع القرعه قرعيات. نعم. قرعه البلديه اللي كنسميوها احنا السبرينغ سكواش، وكاين السمر سكواش، كاين واحد القرعيات ما كينبتوا حتى فصل الصيف اللي يعني كنسموها البسيبسيه، هذه كيزرعوها الفلاحه لانها كتبان حتى فصل الصيف. كاين فصل الربيع فيه خشاش الارض، معنى خشاش الارض هذه البقول التي الان الناس غفلوا عليها. نعم. يعني هي القرنينه اللي هي كاين حتى البوبال، البوبال كيكون في فصل الربيع كيخرج في فصل الربيع، هذا الدري الكلخ كيخرج في فصل الربيع، ان البوبال كيتكال ملي كيكون باقي صغير، انما ملي كيخرج من وراء كيولي مسموم. نعم. كيبقاش يتكال. هذه النباتات لماذا الله سبحانه وتعالى وضع هذا الناموس الكوني؟ لان كيكون تركيز المكونات الغذائيه ارفع ما يكون. نعم. كيكون تركيز مرتفع جدا ملي لما تكون الخضره في موسمها. كيكون هذا الفصل الربيع البصل الاخضر، البصل بالوراق خضرين هذا ولخا بقي عنده الرؤوس ديالو صغيره. نعم. ولكن هنا في هذا فصل الربيع البصل يؤكل بالاوراق باوراقه. نعم. النساء الان كيرميو هذوك الاوراق البصل، خصهم يعرفوا بان الفلافونويدات اللي كاينين في الاوراق هي مركزه 5 أضعاف اكثر من كاين في الرؤوس. نعم. فحال الجذور اللفت مثلا اللفت. نعم. الفلافونويدات الموجوده مثلا في الاوراق اللفت. نعم. هي 5 أضعاف يعني التركيز الموجود في اللفت نفسه، هذه في الجذور اللفت، وكذلك الجزر. نعم. يعني غادي نشوفوا بان هذه الخضره هذه يعني غادي تبقى شويه يعني حتى توصل الفصل مثلا تبقى حتى لشهر 5 حتى لشهر 6 ملي غادي تظهر خضار اخرى. هاد البطاطس اللي كنسموها. نعم. بطاطا الروميه. نعم. بطاطا الروميه الفلاحه تيفوت افريل، شهر افريل عاد كيخرجوها من تحت الارض عاد يحفروها. نعم. نعم. البطاطس اللي كتحفر في الموسم ديالها كيكون المذاق ديالها والاكل ديالها احسن، وكتكون ماده السولانين منخفضه. نعم. البطاطس اللي كيخليوها الفلاحة في الأرض باش يدخلوها للسوق يبيعوها غالية يعني في فصل الشتاء، فصل الشتاء لا تؤكل فيه البطاطس، وإلى الناس غادي يكون عندهم انزعاجات وغازات فصل الشتاء. هي موجودة وفصل موجودة دكتور. نعم نعم هي البطاطس لأنها خضرة صناعية، لأن خضرة صناعية علاش؟ لأن كيعملوا منها تشيبس هادو الكريسبس، كيعملوا منها الفرنش فرايز هادو الفريت. طبعا هي أصبحت صناعية هي هذه البطاطس وكذلك الطماطم هذه والبصل هادو. نعم. لو خضر صناعية يعني حتى الخيار موجود، الخيار موجود على طول السنة. لا الخيار لا لا, لا. الفقوس يعني خضرة صيفية، الفقوس فاكهة مش خضرة موجودة. صيفية وشهر 5 عاد كيظهر يعني هذا يعني آخر فصل الربيع يعني فصل الصيف. دكتور الله سبحانه وتعالى نظم لنا يعني. نعم. هذه أكيد. المواسم أكيد. لأن ملي كتاكل الخضرة مثلا الخيار كناكلو حتى الصيف. نعم. كيجي واحد المذاق ما عندوش مذاق. لا هو فصل الصيف كناكلوه مثلا ما عندوش مذاق. الخيار لا يؤكل في فصل الصيف، الخيار من البقوليات الربيعيه اللي كيظهر هو فصل الربيع. نعم الباذنجان والخيار الفلاحه عليهم في شهر 4 كيجنيو الخيار والباذنجان كيجنى في شهر 4. كاين المسائل الموسميه لا يمكن ان علي ممكن تلقى كيتغير المذاق. الباذنجان في شهر 1 و2 من الصعب تلقاه، ولكن بحال البرقوق الاسود، البرقوق الاسود من الصعب تلقاه في السوق في شهر 1 يعني. نعم. مستحيل كيكون مجفف. لماذا؟ لانه هو خضره صيفيه ولا يمكن ان نجده. وكاين بعض الناس كيلقى هذاك
البرقوق الأسود اللي كيخزنوه في تحت البرودة ثم يباع يعني في شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 هذا مخزن. دكتور لما يخزن ألا يمكن أن نسمي زعما هذه الطريقة أو هذه الخضر التي نراها خارج موسمها هي يعني تطور علمي؟ لا نحن لا نعم تطور علمي يجب هذا التطور العلمي يجب أن يراعي الناموس الكوني. طماطم هي فصل الصيف نعم تظهر في شهر 6 و7 و8 وتبقى حتى 9 هذا لماذا؟ لأن الطماطم هي خلقها الله سبحانه وتعالى منعشة هي نعم. تستهلك في فصل الصيف ثم ممكن أن تصبر ما عندناش مشكلة هذا علم ممكن أن نصبر هذه الطماطم بدون محفظات ثم ممكن أن يستهلكها الناس يعني خارج هذا الموسم في بعض التحاضير ولا شيء ليس هناك أي مشكلة هناك بعض الدول مثلا تركيا هي كيديروا لها بحال مسألة القديد نعم التجفيف كان علاش تركيا المغاربة نعم. المغاربة كانوا كيقطعوها على اثنين وكينشروها في الشمس جيدة كتلبس وكيستهلكوها في فصل الشتاء ممكن أن تبقى واحد المدة نعم لأن التقنية العتيقة هي تقنية لا تفقد المادة يعني حيويتها وكان المغاربة كانوا كيجفوا كل شيء عندنا حنا الحليب كان يجفف في وطاد الحاج المنطقة ديال وطاد الحاج لقينا الفلاحة كيجفوا الحليب على على التبن عندهم هذوك بحال النويل كيرميو الحليب فوق اللي كيجي هابط كيتبخر وكيحصلوا على الحليب مجفف الحليب كان يجفف الانسان كان يعرف تجفيف الحليب ماشي تقنيه متقدمه ولا شيء الانسان عرف كيف يعيش وكانت لديه تقنيه طبعا ما كانش عنده معدات ولكن كان يعتمد على عقله وعلى ذكائه فهذه البقول التي تخرج في فصل الربيع كاين واحد النوع ديال القرعه هذه كنسميوها هذه القرعه الحرشه البلديه هذه لا يمكن حتى الناس اللي عندهم دور زجاجيه هذه القرعه هذه احرجتهم لأن هذه موسمية وخاصة تزرع الفلاحة كيزرعوها قبل الليالي البذور ديالها ثم كتزهر في شهر 2 و3 وكتعطي القرعيات في شهر مارس وأبريل شهر 3 و4 وربما كتوقف شوية كتكبر وتوقف شوية وربما تستعمل في الكسكس حتى شهر 6 و7 و8 هذا النوع ديال هذه القرعيات هذو يوجد في المغرب ويوجد في مناطق كثيرة عليين دكالة الشاوية منطقة حتى منطقة الغرب سايس بني ملال قصبة هذه كلها هذه القرعة الحرشة ولكن مع الأسف الفلاحة مبقاوش يعملوها علاش لأنها موسمية هي لا تحتاج مياه ولا ري ولا أي شيء هي تتنبت مع اللي كنسميوه البكرية تتنبت مع الشعير والقمح تزرع مع الشعير تماما ملي كيحرطوا الناس الشعير كتزرع هذا النوع ديال القرعة من بعد كتشهر 3 شهر 4 كتدخل للسوق هذه فيها فيتوستروجينات هائلة وهي مهمة بالنسبة لجسم الإنسان ومهمة للأشياء التي يشتكي منها الناس لأن على مستوى الجهاز الهضمي الأمعاء وهي تسوي هرمونات عند النساء لما أن فيها اللوتين فيها فيتوستروجينات وفيها مادة اللوتين مكون اللوتين الأبحاث التي أجريت في بريطانيا على الحليب أن مادة الأيودين اليود مادة الأيودين تكون مرتفعة في فصل الربيع وتكون منخفضة في فصل الصيف حليب الصيف والكاروتين يكون مرتفع في فصل الصيف ويكون منخفض في فصل الربيع